كثرة الدعاة، دعاة الضلال الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منهم، وبدأت أيضا الشبهات تكثر لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. أظهر الشيطان لهم الإخلاص في صورة التنقص، تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. من يدعو إلى إخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة ويحذر من دعاء غير الله من الموتى المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، يصفونه من تعلقوا هذه التعلقات الباطلة بأنه ينتقص الصالحين ولا يعرف أقدارهم ولا يعرف مكانتهم، وهذا كله سببه ما قاله الشيخ قبل قليل لما صار في الأمة ما صار، يعني من كثرة الأهواء. وإلا هذا أمر واضح، واضح في كتاب الله، بل إن الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة جدا أن هذا الذي هذا التعلق الذي يجعلونه للصالحين، التعلق الذي يكون منهم بالصالحين، يقولون هذا لمكانتهم عند الله عز وجل، لمكانتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فنحن وجد في قلوبنا هذا التعلق بهم بهذا السبب، ولهذا نتخذهم وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذا نفسه ذكره الله وذم أهله في القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا الشيطان دخل على هؤلاء هذا المدخل الذي ذكر الشيخ رحمه الله، أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، يقولون عن المخلص الذي لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله، يقول هذا ما يعرف قدر الصالحين. من الذي عندهم يعرف ما قدر الصالحين؟ الذي يدعو الصالحين من دون الله ويصرف لهم العبادة. هكذا دخل عليهم الشيطان هذا الدخول. أيضا في أمر الشرك أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، أظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم، فزين لهم سوء أعمالهم، زين لهم أفسد الأمور وأقبحها وهو الشرك بالله، وصوره لهم بصورة المحبة للصالحين. محبة الصالحين، محبة الصالحين يجب أن تكون محبة مبنية على الإسلام، مثل ما قال أحد أئمة السلف من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام، حب الإسلام هو الذي ليس فيه غلو، الحب الذي فيه غلو ليس هذا هو حب الإسلام، الحب الذي فيه تعظيم الصالح تعظيما لا يليق إلا بالله ليس هو حب الإسلام، الحب الذي فيه انصراف في شيء من العبادة إلى أحد الصالحين هذا ليس حب الإسلام،
هذا من الغلو في الدين، من الغلو في الدين الذي حذر الله منه في كتابه وحذر منه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن هذا أصل عظيم، وهو الإخلاص، إخلاص الدين لله وتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة، والحذر من الشرك واجتنابه والبعد عنه. وقد بينه الله عز وجل في كتابه بيانا شافيا وافيا، ومع ذلك ظل فيه خلق، ودخل الشيطان على الناس مداخل فأفسد عليهم هذا الأصل العظيم الذي عليه قيام دين، عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله بسبب هذا الدخول، دخول الشيطان على هؤلاء، أصبح يوجد في الناس من يقول لا إله إلا الله وبأفعاله ينقضها، ومن يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين وينقض ذلك بفعله. إذا دعا يقول مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أنا ملتجئ إليك يا فلان، أو ما لي من أعوذ به إلا أنت. التجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، أين لا إله إلا الله وأين إياك نعبد؟ وهذا الذي يشير إليه الشيخ، يعني والضلال الذي حصل في هذا الباب بسبب لما صار في الأمة ما صار من غلبة الأهواء وكثرة الشبهات ودعاة الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة ألا المضلين. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، هو العلم والفقه في الدين. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعدنا.